المشروبات الغازية هي عبارة عن مواد مصنعة وكيميائية بالدرجة الأولى، لذلك احنا كأخصائيين في الحمية والتغذية كننصحوا الناس أنهم ما يستهلكوهاش نهائيا طيلة فترة السنة، وبالخصوص في فترة ديال شهر رمضان الكريم. شهر رمضان نورمالمون خاصو يكون واحد الفترة اللي نقيو فيها الذات ديالنا من السموم وليس العكس. والمشروبات الغازية غنية بزاف ديال المواد الكيميائية اللي منهم أحماض اللي كتأدي أن الحموضة ديال الذات ديالنا كتزاد، أن السموم على مستوى الجسم كتزاد، كتأدي لنا بزاف ديال الاضطرابات اللي في تفاعلات كيميائيه اللي كيخليو ان الذات ديالنا ما تهضمش مزيان، ما تمتصش مزيان مواد غذائيه اخرى اللي كنستهلكوها. وما نساوش كذلك الغنى ديال هاد المشروبات الغازيه بالسكر اللي كيخلي ان الوزن ديالنا يتزاد كثير في الفتره ديال رمضان، وكذلك ان المستويات ديال السكر في الدم كتكون في اضطراب مستمر، وهذا الشيء كيعيي البنكرياس ديالنا اللي هو المسؤول الاول على الانتاج ديال الانسولين في الذات باش ان السكر يبقى ديما عندنا مقاد. كذلك المشروبات الغازيه فهي غنيه بثنائي اكسيد الكربون الاصطناعي اللي كيخلي اننا نعانيو من انتفاخات شديده، من عسر في الهضم. وحنا كنعرفوا ان الفتره ديال رمضان الا ما كانتش الماكله ديالنا متوازنه والتغذيه ديالنا سليمه وخدينا بزاف ديال المواد اللي هي مصنعه ومواد اللي هي غنيه بالغازات، فحنا كنبقاو باستمرار كنعانيو من انتفاخ، باستمرار عندنا مشاكل في الهضم، في الحموضه ديال المعده، كذلك مشاكل ديال الامساك. فحنا باش نتفاداو هذا الشيء كامل كنصحوا الناس انهم يبتعدوا على الاستهلاك ديال المشروبات الغازيه وجميع المواد اللي كتؤدي لهاد المشاكل في الجهاز الهضمي.